نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، من بينها تأكيد للحكومة أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024-2025. امبارح كمان مكتب التنسيق والقبول بالجامعات والمعاهد أعلن أن عدد الطلاب اللي سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد وصل ل 325 ألف طالب وطالبة. أخبار كتير حصلت امبارح، من بينها تأكيد الحكومة أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وشددت على أنه هيتم بدء الدراسة بكافة المدارس الحكومية على مستوى الجمهورية في موعدها المقرر وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي الجديد 2024-2025 دون أي تأجيل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024. وناشدت الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. امبارح أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد أن عدد الطلاب اللي سجلوا رغبتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024-2025 بلغ 325 ألف طالب وطالبة. كمان امبارح وجهت وزارة التعليم العالي باستمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2024-2025 والانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظاً على الأرواح والمنشآت. كما وجهت أيضاً بضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل التحاقهم بالجامعات والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجستية لاستمرار عملها في تقديم خدمتها الصحية للمواطنين.